الحمد لله. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحمدك اللهم حمدا يليق بكمالك وجمالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، بيدك الخير تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فإن بعض الناس إذا ما انتهى الشهر الفضيل بفضل الله فيه وكرمه وما كان فيه من إقبال على الطاعة، ربما لم يكن بنفس الهمة التي كان عليها في هذا الشهر العظيم. ونقول لأنفسنا جميعا: هل أنت في حاجة إلى الله في ليلة واحدة مثلا هي ليلة القدر؟ وهل أنت في حاجة إلى الله في وقت دون وقت؟ أو أنك في حاجة إلى الله في كل وقت وحين؟ إذا كنت على يقين في أنك في حاجة إلى الله في كل وقت وحين وفي كل حركة ونفس، فكن معه يكن معك. تعرف على الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم إن الله عز وجل أخفى رحمته في طاعاته، فلا تدري بأي طاعة ترحم. وإن رجلا دخل الجنة لا بكثير صلاة ولا صيام، وإنما وجد كلبا يلهث من العطش، فقال: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي. فخلع نعله فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة. وإن الله عز وجل أخفى غضبه في معاصيه، فلا تدري بأي ذنب تؤخذ. وإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من رزق الله. وأهل العلم يقولون: من قبض على شيء بعث عليه، فمن قبض ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا، ومن قبض ذاكرا أو مسبحا أو قارئا للقرآن أو صائما بعث يوم القيامة صائما أو قارئا للقرآن أو مسبحا أو حاجا أو ملبيا. والشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أما والعياذ بالله، إذا أقدم الإنسان على معصية كسرقة أو غيبة أو نميمة، تخيل أن أجلك
أنت متلبس بهذه المعصية. ذهب إنسان ليسرق فمات في الطريق، ذهب ليقوم بفاحشة فمات في الطريق، يغتاب أحدا فخرج النفس فلم يعد، هذا من سوء الخاتمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وأنت يا رسول الله حتى أنت تخاف يا رسول الله؟ يقول: كيف لا أخاف يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يحول قلب عبد حوله. ثم سألوا أحد الناس: ما حال فلان مع الله؟ حال فلان ده مع الله كيف؟ قال لهم: لو قيل له إن القيامة غدا ما وجد مزيد عمل يعمله. أنت في اختبار، تخيل أن واحدا منا الآن، واحدا منا الآن عاف أجله، وقيل له وفاتك بعد يومين أو بعد 3 أيام أو بعد 7 أيام، ماذا يصنع؟ يقول: علي يوم من الصيام سأصومه، علي صلاة فريضة سأصليها، اعطوا فلان كذا، اتصدق بكذا، ادرقوا كذا، اتصل بفلان استسمحه فيما أخطأت إليه. أنت لا تدري قد يأتيك الموت الآن. ما حال فلان؟ قال لهم: لو قيل له إن القيامة غدا ما وجد مزيد عمل يعمله، هو مستعد من الآن. أنت لا تدري متى يأتيك الأجل، فكن على استعداد في كل وقت وحين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن مترقبا، كل طاعة يقدم عليها وكل معصية يغتنمها. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ومن اهتدى. من فضل الله علينا ورحمته بنا أن جعل أبواب الخير واسعة بلا حدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الخير لكثيرة. التحميد صدقة، والتكبير صدقة، والتسبيح صدقة، والتهليل صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإطعام الجائع صدقة، وإغاثة الملهوف صدقة، وأن تسمع الأصم صدقة. عارف معنى تسمع الأصم؟ إنسان سمعه ثقيل وأنت تتطوع لتسمعه، هذه صدقة. وأن تأخذ بيد الأعمى وأن تهدي الأعمى صدقة، وأن تعين المحتاج صدقة. وأهم صدقة نحتاجها في حياتنا، أهم الصدقات أولاها، أهم صدقة، وبدونها قد يحبط عملك كله. وأن تكف أذاك عن الناس صدقة، وأن تكف أذاك عن الناس صدقة. كف الأذى، إذا كان كف الأذى عن الطريق صدقة. أما أن تؤذي الآخرين، لما ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة، لم يقل صمت رمضان، صوامة، كبعض الناس الذين تعلمون يصومون الاثنين والخميس والأيام القمرية وستة من شوال، صوامة لا يفوتها شيء من نوافل الصيام، قوامة تقوم الليل، إلا أنها تؤذي جارها، قال: هي في النار. وأحد الناس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا محسن أو مسيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى صلاته أو صيامه، وإنما قال له: سل جيرانك. إذا أردت أن تعرف روح اسأل جيرانك، سواء كانوا جيرانك في المنزل، جيرانك في الحقل، جيرانك في العمل. فإن قالوا أنت محسن فأنت محسن، وإن قالوا أنت مسيء فأنت مسيء. وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة أبدا. مضت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وجبت.
جنازة مرت أثنى الناس على الرجل أنه كان صالحا، يطعم الطعام، لا يؤذي أحد، لا يغتاب أحد، لا يؤذي، قال وجبت. ثم جاء جنازة أخرى فتحدث الناس هذا كان رجلا مؤذيا، كان رجلا كذا، قال وجبت. قال يا رسول الله وما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فتحدثتم عنه بشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولذا لا تكترس ولا تقول لا يعنيني الناس ولا يشغلني الناس وتغلبك الأنانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، حتى وإن صلى، حتى وإن صلى، حتى وإن صام، حتى وإن صام. من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه، اللي جاره لا يأمن شره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن القضية ليست فقط في أن تلازم المسجد، كسرت صلاة وكسرت صيام، لب الدين في أن تكف أذاك عن الناس، لب الدين أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس مفاتيح للخير، جعلهم ربنا في الخير، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أفضل ما تفعله في شوال وفي رمضان وفي سائر الشهور، إذا لم تستطع أن تقدم الخير للناس فلا تؤذي أحدا، كف أذاك عن الناس، كف لسانك عن الناس. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، أما من يقطع الناس بلسانه ويتطاول عليهم بيده فليراجع إسلامه وإيمانه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، اللهم تقبل منا أقبلنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.